بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نتحدث في آيات من سورة الأنعام من الآية 25 أو نقول 26 إلى الآية 28. تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم، بارك الله فيك. بس خلينا نأخذ الآية 25 من أجل أن نفهم السياق. تقرأ لنا 25. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. نعم، بارك الله فيك. إذا لاحظوا الآية 25 تبدأ ومنهم، إذا الكلام عن فئة منهم، فئة جماعة. ومنهم من يستمع إليك، ثم في نهاية الآية يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم مين يعني؟ اللي هم منهم. أيوة، اللي ذكروا في الآية 25. وهم، نقرأ يا شيخ عيسى، وهم آية واحدة. وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. طيب، ينأون، النأي، نأى يعني بعودة، مش هيك؟ لكن إيش ممكن يكون فيها معنى زائد على قضية البعد؟ يعني انه نأى بإعراض، مش انه مجرد ابتعد، انه هو بدوش يسمع او بإراد مناسب، يعني قريب الكلام اللي هو يقصد هنا الأستاذ، انه في نوع من الإعراض، بس بدنا اشي ادق، خصوصا انه الإعراض هنا في القرآن الكريم ورد نأى اعرض ونأى بجانبه، فهم في اعرض، أعرض ونأى بجانبه، فيها بعد. لكن أنو بعد؟ لاحظوا، أحيانا منقول بلاد نائية، يعني بعيدة جدا، هي مش بس بعيدة ومنعزلة،
لا ممكن تكون بعيدة ومطروقة من كلش بلاد نائية. صح، هي أمريكا من كلش نائية. يعني ممكن هي بعيدة مثلا تبعد لها 200-300 كيلو ولكنها مدينة ضمن يعني في الطريق. إنما نائية يعني فيها انعزال. إذا بعد مع إيش؟ مع انعزال. وأيضا ممكن تجدوا منقول أحيانا فلان نأى بنفسه عن القضية. إيش يعني نأى بنفسه؟ أبعد نفسه وعزل نفسه. أيوة أبعد، لاحظوا كأنه عزل نفسه، يعني ماليش صلة بالموضوع، ماليش صلة أنا بهاي القضية. نأى فإذا النأي صحيح هو بكون في بعد وبكون في إيش كمان، وكأنه انعزال. وهم لاحظوا هذا بنطبق اليوم على كثير من أعداء الله سبحانه وتعالى. لاحظوا وهم ينهون عنه، يعني حتى هو في ذهنهم على فكرة، وبالتالي إيش دائما بينهم الناس عن إيش، عن 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 إيش على فكرة؟ لأنه لاحظوا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. إذن إيش المقصود؟ القرآن. لأنه في بعض أهل التفسير ممكن يذهب إلى أنه الرسول، مش كثير القضية مستقيمة مع السياق. إنما هون يقول الذين كفروا إن هذا اللي هو مش محمد اللي هو أساطير الأولين، إن هذا معناته الدين اللي جاء فيه والقرآن بالذات إلا أساطير الأولين. طبعا احنا بدناش نشرح هذه الآية، واحنا سبق تكلمنا في موضوع الأساطير والأسطورة، بس يبدو في فرق بين لاحظ سطر وسطر. هي الأساطير بترجع لسطر مش سطر. طبعا سطر جمع القلة أسطر، وجمع الكثرة سطور، وسطر بيجي جمع الجمع على فكرة أساطير. مش قضية هاي، مش الآية، مش هنا مش المقصود. إذن هم الكلام عن القرآن. إذن وهم ينهون عنه، إذن هم بيصدوا عنه، ينهون. إذن هم مهتمين إنه ينهوا الناس عنه. طبعا انه ايش، سواء الاستماع له على فكرة او الايمان فيه. هم حتى اذا بتلاحظوا قريش مثلا كانت تمنع، بتنهى الناس عن سماعه، مش بس عدم الايمان. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني حتى شوشوا مشان ما احد يسمع. تمام. ينهون عن وايش كمان؟ وهم ينهون عنه وينأون. طيب برضو إذا بتلاحظوا هم بيبتعدوا عنه، مش بس بيبتعدوا، بدهم مش أي صلة. كيف لما قلنا فلان ينأى بنفسه عن القضية، إذن هو مش بس بده يكون بعيد وما فيش أي صلة معها كمان. تمام. وينعزل عنها. فهم في الوقت اللي بيكونوا يعني بوضعوا أنفسهم بعيدين عنه ومنعزلين عنه وما بدهمش أي نوع من الاتصال، لكن مع الناس إيش بيعملوا؟ ما بتلاحظوا اليوم الإعلام المضاد اللي بسموه وأهل الضلال هذه القضية واضحة. طب ما دام أنتم بدكم تنعزلوا عنه وتبعدوا عنه وتكونوا منعزلين، تنهوا الناس ليش؟ تنهوا الناس ليش؟ إذن هم مهتمين وفي نفس الوقت إيش؟ مش مهتمين. ولذلك بتلاحظوا إنه أمثال هؤلاء الناس في عصرنا مش مستعدين يسمعوا أصلاً. بقول لك أنا مش معني في إني أسمع لك وأفهم شو بقول القرآن، مش معني. ومع ذلك بتصدر في إيش؟ وسائل مختلفة مشان يمنع الناس تسمع. ليش بيمنعوا الناس تستمع؟ لأنهم هم ملاحظين يبدو تأثيره، تأثير القرآن. طب انتم بتقولوا اساطير الاولين. طيب خليها الناس تسمع الاسطوره
وتكتشف انها اسطوره، فخايفين من ايش؟ لانه على فكره الاساطير اذا سمعها الناس على طول بيقيموها حسب مستواهم، بيقيموا انه هذا يعني كلام طيب ما دام من اساطير الاولين، تمام، اسطوره ليش بتنهوا عنه في الوقت اللي كمان بتبعدوا انفسكم وبتقطعوا الصله. وهذا اذا بتلاحظوا راقبوا اعداء الله سبحانه وتعالى في هذا العصر بيستخدموا المسألتين، هو مش مستعد يسمع يقطع الصله فيه، ما تسمعنيش ايش بطلب، ويترفع بيعمل حاله، ايوه يتكبر، يعني يتكبر، وفي نفس الوقت بكون معني انه يبذل جهده يمنع الناس تسمع. بل قدم النهي نهي الاخرين عن النأي بذواتهم، لان هذا يتاثر بالمتبوعين او يؤثر على متبوعيهم. ايوه جميل، كمان مره عيدها يا شيخ. قدم الايه قدمت ينهون عن ينأون، نهوا غيرهم قبل ان ينأوا بذواتهم، لانهم يخافون على مصالحهم من خلال اتباعهم، وبيعرفوا انه مؤثر عشان هيك، ويعلمون انه مؤثر. نعم. طيب بالكم ليش ممكن تكون انتهت الآية أو ختمت الآية وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون؟ يعني في الوقت اللي هم بينهوا عنه وبنقوا عنه، إذا بتلاحظوا هم قصدهم إيش؟ يهلكوه. إيش يعني يهلكوه؟ إنه هذا الدين ينتهي، هذا الدين ينتهي، هذا قصدهم. الأمر الثاني، هذا القصد الأول، إنه هم كيف ممكن يحاربوا بحيث ينتهي. هم مش مدركين إنه بمثل هذا الموقف هم بيهلكوا أنفسهم، يعني بمعنى آخر أفكارهم وفلسفاتهم وتفاصيل بالموقف هذا هو بيرتد عليهم. هاي واحد. اثنين، وانتو دائما الآن استصحبوا ايش الفكرة عما يحصل في هذا العصر الآن. اثنين، انه انت لما تبعد عن العلاج الحقيقي لمشاكلك انت بتأذي مين؟ لما بتبعد عن العلاج اللي ممكن يعالج لك مشاكل المجتمعات عندك، بتهلك مين؟ بتهلك نفسك. وهذا اللي بيصير على فكرة. هم على فكرة يعني بعض الناس ايش قال؟ تعرفوا لما أظن معركة بلاط الشهداء اللي هزم فيها المسلمون في المعركة، وكانت هذه المعركة هي اللي أوقفت المد الإسلامي في أوروبا في ذاك الوقت في أوروبا. بعض أهل الفكر اللي عندهم حكمة وفهم بقول لك كان هذا مصيبة على أوروبا. انتبهت كيف؟ هم طبعا لما أوقفوا عسكريا بشكل، ولم يدخل فرنسا ولم يدخل باقي أوروبا، إنه بالنسبة لهم حسنة، بس هي حقيقة كانت مصيبة، وتأخرت الحضارة وإلى آخره، ولحد الآن بتخبطوا. يعني أصلا الهدفية في الحياة عندهم ما فيش، إيش الهدف من الحياة؟ تمام؟ طيب إذن وإن يهلكون إلا أنفسهم، طب إيش وما يشعرون؟ لأنهم أصلا لو شاعرين مدركين ممكن غيروا يبدلوا. هم مش مدركين إنه بهذه الطريقة بيأذوا أنفسهم. اللي بيحصل اليوم إذن من محاولة تزييف الإسلام اللي بتقوم في إعلام القوى الضالة، هم الحقيقة مش مدركين إنه الإساءة، يعني مش عم بيشعروا انه هو الاساءة الى انفسهم، ما عندهم مش استشعار اللي يدلهم انه بهذه الطريقة يهلكون انفسهم. طيب نقرأ الآية اللي بعدها شيخ عيسى. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. طبعا هي الآية على فكرة فيها عدة قراءات،
بالذات يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. أي واحد. اثنين، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون، هاي القراءة الثانية طبعا كله المتواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. القراءة الأخيرة فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون. إذن نكذب نكون، نكذب نكون، نكذب نكون، تمام؟ قرأت فيه طبعا، بس خلينا نبدأ من البداية الآن. ولو ترى إذ وقفوا، لو ترى إذ وقفوا، وقفوا على إيش؟ على النار. طبعا فيش داعي نقول شو راح يحصل، لأنه واضح إنه الموقف إيش؟ في غاية الخطورة. لا، في غاية الخطورة موقفهم، هذا موقفهم، موقفهم. طب خلينا في البداية مع وقفوا. طب لماذا لم يقال ولو ترى إذ أوقفوا مثلا؟ شوفوا، وقف إما أن تكون لازم، فعل لازم أو متعدي. وقف الرجل، وقف الرجل لازم، هذا يعني هل بيحتاج مفعول به؟ ممتاز، بيحتاجش. وقف الرجل وقوفا، تمام؟ وقف الرجل وقوفا. طب ناخذها متعدي، وقف الرجل الرجل، هذا متعدي. وقف الرجل الرجل وقفا، شوف هناك وقوف. وقف الرجل لما تكون لازمة يعني ما بتحتاج فعل مفعول به، فبتكون وقف وقوفا. ولما بتكون متعدية وقف وقفا، وقف وقفا. الآن عشان هيك الأوقاف، أيوة، لذلك هي الوقف الإسلامي، الوقف الإسلامي، تمام؟ وقف أرضا، وقف الرجل أرضه، يعني حبسها لصالح الفقراء مثلا. وقف الرجل دكانه مثلا، تمام؟ هاي متعدي مش هيك؟ شو يعني وقف الدكان؟ حبس هذه، ريع هذه الدكان، حبسها عمين على الفقراء أو على أهل العلم. الوقف أصبحت وقف، هو مش أوقف، هو وقف. كمان مرة، مش أوقف الأرض، هو وقف الأرض. شو يعني مش أوقف الأرض؟ أكثر أهل اللغة بيقولوا إنه هذا أوقف غير فصيح. الفصيح وقف الأرض، مش أوقف الأرض. العكس فيها معنى منع، وقف فيها إذن معنى الحبس لصالح كذا، تمام؟ إذن هي الأفصح. طبعا في 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 بعض علماء اللغة ممكن يقبلوها أوقف، ممكن، ولكن أكثرهم تجد بقول هذه ليس بفصيح، وبعضهم بيقول لا، لا يصح أقول أوقف. القرآن شو مستخدم هنا؟ وقفوا الفصيح. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا. إذن طب نشوف الآن من معاني وقف. مثلا بتقول وقف على المعنى، شو يعني وقف على المعنى؟ يعني وصل للمعنى الصحيح لهذه الكلمة، لأنه ممكن مثلا يبحثوا في الموضوع، ابحث أنت وابحث أنت وابحث، وجد فلان وصل للموضوع وقف على المعنى. إيش وقف على المعنى؟ كأنه لو خلص وصل بحيث ما بيحتاجش لبحث آخر. إذا وقف على الشيء معناته أحاط، صار بيعلم فيه،
وقف عليه، او لحظه، او وقف. طب ليش هنا على فكره في النار وقف على، استخدمت على، وقفوا يعني وقفوا على، كانه اتي بهم لعند ما ايش، لانه هم مش هم اللي بوقفوا على فكره، يوقفوا وقفوا مش هيك، وقفوا في ملائكه جررتهم اللي هو وقفوا على النار، يعني اتي بهم وقفوا على، يعني اصبحوا مشرفين على النار او عندها، او حتى بعض العلماء شو بقول انه لا دخلوها وعرفوا حقيقتها، مش قلنا وقف على يعني ادرك المساله، يعني بتحتمل وجوه. وبعضهم قال هو اصلا ما هي بما انها النار، بما انها النار هو سحيقه مش هيك، هاويه، فممكن يكون في لهم او اشراف على على ايش، على هذه الهوة. ولكن الآيات اللي بعدها بشوي، وقفوا على ربهم، فيش استعلاء، وقفوا على ربهم. إذن حبسوا، كيف لما تقول اليوم مثلا وقف على الحاجز، يعني منع من الاستمرار في تعدي الحاجز، وقف على الحاجز لأنه فيها منع أنه يستمر، تمام؟ المهم، ولو ترى إذ، لأنه هون بدي استحضر لك صورة، صورة اللي راح يحصل على فكرة، كأنه يعني حصوله قطعي، لأنه إذ هون في الغالب تستخدم في المضي يعني الماضي. أرأيت إذ حصل كذا وكذا، هي في الأصل هيك، لما حصل هون جاب لك الصورة وضعها أمامك. ولو ترى إذ، بتحدث عن المستقبل بس، أيوة على بتحدث عن المستقبل، ولكن بصيغة القطع دائما لما بدنا يكون كأنه الأمر حاصل خلص 100% ما فيش فيه شك أصلا، يؤتى به أحيانا بصيغة ماضي. طيب، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، بس قبل يا ليتنا نرد، عرفش واضح انه شو الفرق بين وقفوا، يعني شو السؤال اللي سألته قبل شوي، اللازم اللازم وقف وقوفا اللازم، واذا متعدي وقف وقفا هون متعدي. في حدا اذا صح التعبير اوقفهم مش هيك، مش هم اللي وقفوا، وقفوا على ما مين اللي وقف، هم مين اللي وقف، هم مين اللي وقفهم، هذا المجهول اللي هم ملائكة، وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون، مش أوقفوهم، مش أوق، لا قلنا أوقفوهم من أصله مش فصيحة. طيب الآن، فقالوا يا ليتنا نرد، خلينا نأخذ قراءة ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. إذن هم تمنوا ثلاث أماني، يا ليتنا نرد، يا ليتنا لا نكذب، يا ليتنا نكون، هذه أماني ثلاثة نكون. طيب نيجي للقراءة الثانية، هذا تمني، ما هو يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، برضو تنتهي بنفس الشيء اللي قلناه هون، تمني بتمنوا ثلاث أمور. هذا الاحتمال الأول، على اعتبار انه بعضهم بيرى انه يا ليتنا نرد غير مكذبين، و ايوه ما هي الواو هنا واو المعيه، والفعل المضارع عجا منصوب بان المضمره بعد واو المعيه، يعني يا ليتنا نرد وان لا نكذب،
يعني أنه رد ومع حالة عدم التكذيب. أيوة، تعبير حالة هو الأدق، لأنه عم نقول إيش؟ لاحظوا، غير مكذبين، مش هيك؟ ويعني ونكون مع المؤمنين. تمام؟ ولكن نفس هذه القراءة أيضا تحتمل أمر آخر في المعنى، إنه يا ليتنا نرد. لاحظها؟ طيب وفي حالة إيش؟ ولا نكذب، يعني لما نرد لا، كأنهم يعاهدون كأنهم يعاهدون إنه لن نكذب. ليتنا نرد، لاحظها، ولا نكذب، دققوا معي، ليتنا نرد ولا نكذب. مش هنكذب، ونكون من المؤمنين. هاي وعود، هاي احتمال ثاني بكذب نكذب. كيف المنصوبات التنتين؟ ايش نصبهم؟ ان المضمره بعد ان عطفت عليه، ان المضمره. طيب هنا والقراءة الثالثة بس أدعمها شيخ بسام، لأني حاسس الشيخ عيسى مستغربها وهو معي. طيب اللي هي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، لا تنهى وأن تأتي مثله، يعني في حالة وأنت بتنهى تعمل الضد. فليش ليش نصبنا هون وتأتي وأن تأتي؟ فهذه أمر وجوبا، مضمر وجوبا، تضمر أن اللي بتنصب المضارع تضمر بعد واو المعية. طيب يعني احنا على كل مش معنيين الان كثير، بس المهم القراءات بتعطي معاني اوسع، تعدد القراءات تعطي مكان. طيب هنا الان هذه الان امنية، بدي ننتبه لقضية الامنية. اولا هم بيقولوا يا ليتنا نرد، انتم ما بتلاحظوا انه هون اكيد صادقين هم في هذا التمني؟ طبعا صادقين في هذا التمني، يا ليتنا نرد. الآن ونكون أو نكون، أو ولا نكون، مش هيك؟ ونكون المهم، هذا أيضا لو افترضنا أنه هو مش قلنا ونكون تمني، إذن هم بتمنوا الرد وبتمنوا الإيمان وبتردوا أنه ما يكذبوش. طيب الصادق فيهن أنو نرد، تمني أنهم يردوا، مشان ما هم شايفين. تمام، ولكن الباقي في أنهم لا يكذبون ولا ويكونوا مع جماعة المؤمنين، هذا قريب أنه يكون زي تمني، كأنه وعد، كأنه وعد. وحتى لما انسوا الوعد برضو بتمنوا يكونوا بعد ما يردوا انهم يكونوا مؤمنين. هل هذا التمني في حد ذاته صادق؟ نشوف انهم يكونوا مؤمنين وانهم يكونوا هم اكيد صادق انهم بيطلبوا انهم يردوا. تمام، لكن لما بيكونوا بتمنوا انهم لما يردوا يؤمنوا وما يكذبوش، هذاك 100% هم صادقين فيه. طب الثانيات لو تم ردهم، تم ردهم، ايو حصل الرد اللي بتمنوه وهم يعني حتما بدهم اياه، بس هو اكيد راح يكونوا غير مكذبين ومع المؤمنين. لحظت هلا لحظت وهم على النار هم بتمنوا هالكلام. طيب لو ردوا لعادوا ايمانهم عنه منشوف هالقيت، منشوف لاحظوا، بل اقرأ يا شيخ. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ايش بل هذه يا شيخ؟ اللي هي اضراب بسموه،
شو يعني اضراب؟ يعني بنلغي المعنى الاول يعني مش صحيح هالكلام اللي هم قالوا اللي قال مش هيك او مش هيك القصه. بلاش مش صحيح، مش هيك القصه. طب ولا شو اذا بل، مع انه بعض اهل التفسير ممكن قال لك لا هاي بل مش للاضراب وانما بيبدا كلام جديد. انسى استئناف او استدراج، انسى، لا هي اضراب. لا واضح انها اضراب. اضراب ايش؟ كانك بتضرب على الكلام السابق. انسوا مشان تقول القصه. شو السر؟ ضربنا على كلامهم، هاي ضربنا على كلامهم مشان نبين ان كلكم شو السر. والذي يخبر العليم الخبير، والذي يخبر العليم الخبير. طيب لاحظوا، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. بدا واضح انه بمعنى ظهر، يعني البدو ظهر. وفي بعضهم يذهب الى انه مش بس ظهور، وانما ظهور عن غير قصد. بدا ظهر عن غير قصد، بدا عند البعض من اهل اللغه. اذا ظهر عن غير قصد، تمام. وهذه بدأ إذا بتلاحظوا أحيانا تستخدم في الأشياء الحسية وأحيانا في المعاني، بشيك بدالي إنه كذا وكذا. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات. لا ثم بدأ لهم من بعد، اللي هو مين؟ يوسف عليه السلام. بدأ هون بدأ لهم القصة، انه لاحظوا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. والحقيقة انهم هم اللي بيخفوا، مش الاشي اللي كان خفي اللي بدا لهم، مش الشيء اللي كان خفي عنهم، لا اللي هم كانوا يخفون. إذا مش الشيء اللي بدأ لهم الآن، مش شيء كان خافي عليهم، هم كانوا بخفوه. لأنه بعض أحيانا بعض التفسيرات ممكن ما تركزش على القضية، لا هم اللي بخفوه. والكفر تغطية وإخفاء، والكفر في أصله تغطية، والكفر في أصله تغطية ومحاولة إخفاء. مثلا تغطية للمبادئ الفطرية، البدهيات الفطرية أحيانا. طب ما هو معرفة الخالق بدهية، تجد مثلا بعضهم بينكر الخالق، مش هيك؟ بعدين مثلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني من داخلهم إيش؟ عارفين. إذن هم أظهروا خلاف ما يبطنوا، هم مبطنين الإيمان ولكن كانوا يجحدوا. إذن طبعا هون على فكرة خاضوا كثيرا. شو الشيء اللي بيخفوه؟ شوش القضية بسيطة جدا، هو إذن الكلام عن النوايا والدوافع الكامنة في أنفسهم، وكانوا في قبل ما يظهروهاش للناس، هم كانوا بيخفوها. شو هي اللي بيخفوها؟ يعني مواقفهم، كثير من المواقف على فكرة اللي بيظهروها بعض أعداء الله بيظهروا مواقف. شو دوافعها؟ الدوافع تكون مخفية، لأنه لو الدوافع معلومة للناس ممكن يشوش عليهم هذا الكلام، تمام؟ إذا هم في قضايا بيكونوا مستشعرينها ولكن مش من المصلحة إنها تبدأ. إذا النوايا والدوافع في مواقفهم من القضية الإيمانية والسلوكيات، حتى لما بسكوا إيجابي مرات دوافعهم إيش؟ بيكون مكر ممكن. إذن هم القضية بسيطة، شو هو الإشي اللي بيخفوه الناس؟ الناس بيخفوا النوايا والدوافع اللي لو أظهروها بيستحوا منها، أو بينكشف أمرهم، أو ما بيعودوش مقنعين. فيعني هم لما وقفوا على النار على طول حضرهم إيش؟ لحظة، حضرهم إيش؟ الدوافع والنوايا اللي هم أصلا كانت وراء كل اللي
السلوك اللي كان بسلكوه، السلوك اللي كان بسلكوه، دوافعهم ونواياهم الآن ظهرت لهم تماما أمام هذا الموقف، صاروا أمام الحقيقة. ما هو إحنا الغلطانين، وإحنا ما كنا نخبي، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. بعدين أدلة اللي كانوا يعرضوها علينا أهل الإيمان أدلة قاطعة قوية، بس إحنا في مصالح في تفاصيل. لا 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 أيوة، حتى لما كنا نتصدق لا، دوافعنا كان مرات انتخابية تفاصيل ها؟ أيوة، كل صار بدالهم، بدال واضح طبعا واضح أمامهم. فالآن صار التمني، دوافع التمني الخوف، مش الرغبة في الإيمان، مش الرغبة في الإيمان، ولا الرغبة إنهم يكونوا مع المؤمنين، ولا الرغبة في ترك التكذيب. لا، هو الخوف نتيجة إنه ظهر حقيقة مواقفهم من القضية الإيمانية أصلا، ولاحظوا وحتى سلوكياتهم شو كان الدوافع وراءها، هذه بدت إلهم، صارت هايكم هيك، هايكم أصلا. أوف، طب وهي النار أمامهم وقفوا على النار، معناته بعدهم ما دخلوش. على فكرة مش صحيح الكلام اللي ممكن بعض أهل التفسير يقول لك ممكن دخلوها ووقفوا على حقائقها، لا بعدهم وقفوا عليها، بعدهم ما دخلوهاش، تمام، مش وقفوا فيها. مشهد الآية الثانية ويوم يعرض الذين كفروا، شوي بالله شوي. الشاهد اللي بتقول عنه يا شيخ الآن، أنا بدي يقرأ الشيخ أولا الأعراف 53، دقق معي. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. بس شوي بالله، هاي قريبة بس لاحظوا، فيشفعوا لنا أو هاي بدهم رد هم، ليش؟ فنعمل غير الذي كنا نعمل. هون موضوع بدهم يغيروا حتى في سلوكياتهم، بس الآية اللي احنا فيها لا، هو بدلهم يعني قصتهم الرعب اللي دخلوا فيه لما بدت لهم نواياهم السابقة، تمام؟ هون عمل، هون عم بدهم يرجعوا مشان يعملوا، بس هناك بدهم يرجعوا مشان ما يكذبوش ويكونوا مع المؤمنين، ما يكذبوش ويكونوا مع المؤمنين. بس هاي الآية شوف الآية برضو في سورة السجدة يا شيخ. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. أما إنا موقنون فطبعا مش معقول، ما كانش يقين وقتها خلاص. ما هو الآيات اللي بعد قليل في سورة الأنعام وقفوا على ربهم، هايو إذن في أكثر من موقف، وقفوا على النار وبعدين وقفوا على ربهم، هون هاي الثانية، هون شو لاحظوا عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا، شو طلبهم بدهم يردوا يرجعوا نعمل صالحة، بدهم العمل الصالح. هناك كان لا نكذب ونكون مع جماعة المؤمنين، يعني مع المؤمنين. طيب هات الآية الثالثة يا شيخ. وهم يصطرخون فيها، هون برضو هون صاروا في داخلها داخل النار برضو، بقيوا على فكرة يتمنوا ويطلبوا وهم في داخلها. طيب
وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. برضو هون الكل في العمل. طب ما ملاحظين انتو انهم هم ما وصلوش لدرجة اليأس الكامل من انه يرحموا؟ هي عم بطالبوا في المواقف كلها. طب لو كان وصلوا الى درجة اليأس الكامل بطلبوا؟ لا. طيب ممتاز. ولا ايش؟ ايش؟ لما وصفوا في مكان ثاني اولئك يأسوا من رحمتي. اللي يأسوا من رحمته، لذلك البعض ممكن فسرها يعني دخول الجنة، لأنه رحمتي مش رحمة، رحمتي مش رحمة، مش يأسوا من رحمة، رحمتي. ولا هم لما طالبوا أنه يخفف عنهم يوم من العذاب ما كانوش يأسين؟ ما كانوش، لو كانوا ما طلبوش. لو يأس الكامل. لا ملاحظين؟ إذا يأسوا من رحمته، هذيك يأسوا دخول الجنة، ما فيش مطالبة أصلا بدخول الجنة، لأنه لما قال رحمتي تمام معناته نجاة مع الدخول في الجنة. تفاصيل على كل، مش هذه بدناش نوقف عندها كثير، نرجع. طب نيجي الآن يا شيخ في قضية بدأ لهم 48 زمر. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هاي بدا، ممكن الاشي اللي بدا لهم، عيدها يا اخ شيخ. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. والثانية. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إذن هذا اللي بدا، بس هو بالدرجة الأولى هناك يخفون. إذن الكلام عن النوايا، النوايا، وأنه هذا الرعب اللي أصابهم وطلبوا هالمطالب مش قضية والله إنهم الجماعة يرغبون في الإيمان أو يكونوا مع المؤمنين بشيك ويطلقوا التكذيب هم. طيب الآن قلنا إنه الطلب الأول نرد، هذا أكيد هم صادقين فيه. طب لو ردوا، لو ردوا هم بيعرفوا شو راح يكون موقفهم من القضية. هم الآن بتمنوا يردوا يكونوا مؤمنين وغير مكذبين. طيب لو ردوا هم بيضمنوا. طيب شو معناه تردوا؟ الرد دقيقة الآن، هذه مهمة الآن ننتبه لها. الرد إنك ترجعوا زي ما كان. دققوا معي هاي. الرد إنك ترجعوا زي ما كان. طب إذا رد إلى الدنيا كما كان فيها، إذن لن يكون متذكر الموقف اللي حصل وتمنى فيه. كمان مرة، مش هم بتمنوا لو ردوا؟ طب شو معنات الرد أولا؟ إرجاعك إلى الحالة التي كنت فيها في الدنيا. طب مع زيادة؟ لا، منين بدك تجيب زيادة؟ إذا بدك ترجعهم بنفس الذاكرة اللي حصلت الآن هو بقول لك نرد. ولو ردوا بشكل الآية بشكل؟ لا. ولو ردوا شو معنات ردوا؟ ارجعوا الى الحالة التي كانوا فيها. هل مستصحبين انهم متذكرين انه حصل معهم الموقف واوقفوا على النار؟ لا، لانهم يردوا. شو يعني ردوا؟ ردوا للوضعية الدنيوية، لانه اصلا لا يعقل عقلا. اولا هذا المعنى، في معنى ردوا، ردوا للدنيا، بده يردوا للدنيا زي ما كان فيها. اذا فيش شيء زيادة. بدك تقول لي زيادة انه متذكر القيامة ومتذكر البرزخ ومتذكر كل شيء التفاصيل كلها؟ لا، لانه رد، معناته رد بنفس الذاكرة المعلومات اللي كانت هي. اثنين،
هل يعقل أن يكون متذكر للموقف ويرجع مكذب؟ مين ما يكون؟ لما عاين الرعب واستيقن والتصاصين ثم أرجع، معقول يكذب وما يكونش مؤمن؟ مش معقول، يعني عقلا مش معقول. فإذا ما نستغربش قول الله سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا، شوفها لعادوا لما نهوا عنه. إذا ليش قلنا هيك؟ برد أكرر، أول شيء شو معنى تردوا؟ أرجعوا إلى الحالة الدنيوية. طيب ممتاز، مستصحبين إشي جديد من عالم الأخروي؟ ما فيش دليل. اثنين، العقل شو بقول؟ معقول يكون بالذاكرة والرعب اللي شاهدوه واليقين اللي تحصل وقتها انه يرجعوا زي ما كانوا؟ لا ابدا. اذا شو المقصود؟ لانه قد يستشكل البعض ويقول عجيب كل اللي شافوه، ولما ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ول بقول لك مش معقول. لا، ما انت بتفترض انه بيرجعوا بالذاكرة الاخروية، هم لا، ردوا للذاكرة الدنيوية والهيئة النفسية الدنيوية. دققوا معاي، والهيئة النفسية الدنيوية لو ردهم سبحانه وتعالى لعادوا لما نهوا عنه. انتهى. اذا هيئتهم النفسية شو يعني؟ وهذا على فكرة بنوصل فيه الى نتيجة، النتيجة التالية وعقائدية ممكن خاضوا فيها علماء العقيدة. القضية التالية انه عندنا انسان يقبض عمره 25 سنة، واحد قبض عمره 50، واحد قبض عمره 90. طيب ما هو 90 هذا لو قبض هو 50 بجوز كان في النار، لكن لما وصل 90 غيروا بدل، خصوصا لما شعر انه ايش ضعف هيك وصار اكثر حكمة وتفاصيل، فوجدنا تواضع والى اخره. تمام. بس هون ممكن نكتشف حقيقة، هون انه هذا ابن 25 لو مد له، هذا العليم الخبير لو مد له 90 مش راح يكون زي هذا ابن 90 اللي صلوح. بدليل ولو ردوا، يعني معناته امهلوا واعطوا لعادوا. اذا الخبير يعلم بالضبط الهيئة النفسية وقابليتها انها ترجع، فممكن مثلا من حكمة الله انه يشعر انه فلان، او يعلم عفوا انه فلان هذا فيه خير، لو مدينا له بغير، وهذا ابن 25 لو صار بعمر نوح عليه السلام ما بيغيرش. فإذا ننتبه لهاي الحكمة، أنه الحكيم الخبير هو الأعلم بالبشر. لأنه بعض الناس بيقول لك يا الله ده 20 وبعده مراهق وتفاصيله ومات على المعصية ومات على أنت إيش در؟ أنت تدري هذا لو طال عمره إيش؟ ما تدري. العليم الخبير. وهذه الآية من الأمور ولو ردوا. شو يعني لو ردوا؟ ما هو من ضمن معانيها لو مدنا لهم، مش من ضمن معاني هو بده يرد لهم ليش؟ عشان يمد لهم في العمر. لو مدنا لهم مش راح يغيروا. إذا يعلم الله في ناس، وفي ناس على فكرة عقوبة انه ختم على قلبه وانتهى الموضوع، ايش ما تعيش مش راح تغير. طب ليش ختمت يا رب؟ بقول لك لأنه بيعاقب مش بس في الآخرة، ممكن يعاقب في الدنيا. ومن أعظم العقوبات اللي ممكن تنزل بإنسان أنه يختم عليه في الدنيا، روح طارد في الدنيا زي ما بدك، ممنوع تؤمن. لاحظوها، ممنوع تؤمن. طب ليش عقوبة دنيوية؟ ليش في عقوبات دنيوية؟ نعم، زي إن لك في الحياة أن تقول روح لا فيش فايدة. فهون إذا ممكن يمد لناس
ليزدادوا كفرا. بشيك ممكن انما نملي لهم ليزدادوا اثما. عيد انما نملي لهم ليزدادوا اثما. ليزدادوا اثما. تمام. طيب فهون هذه نكون يعني ملاحظين هالمسألة. قديش بقي يعمل؟ طيب 10. طيب ممتاز. اذا اذا في مجال سؤال بل بدا يعني الاضراب يعني على الاقل بالنسبه للقصه تماما. ايوه اضرب عن ماذا؟ اضرب عنك ما يلي انه هالتمني هذا حقيقته انه تجلت لهم النار وادركوا بعد ما بدت كل نواياهم وبالتالي هذا انتهى. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هاي نواياك في المواضيع كلها حتى لما كنت تصدق. فعرفوا انه هالكين فدوافعهم في التمني هاي مش ابتداء حب الإيمان أو قناعة أو عدم التكذيب أو انحراف في السلوكيات كل هذه القضايا. لا، الرعب اللي شافوه وبالتالي بدون ما يظهر لهم يعني هم وقفوا على النار وهم مدركين أنهم سيلقون فيها. وأصلا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم. ممتاز عليك. ممتاز يعني إيش الـ 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 طيب. اللي ظهر بحيث أنه يعني يجعل الإضراب ما هو عم ما أنت ماخذ أنه الآية جت عفوا أنه الآية جت بعدها أنه في الزمن أجت بعدها. لا، وبدي أكشف لك عن حقيقة اللي حصل معهم اللي بتقوله أنت. اللي حصل معهم أنه ظهر لهم نواياهم الحقيقية. ما هو هذا بدي أقول لك أنه أساس الكلام أساس المحاسبة والمصير نواياك. ما هو شو اللي بيخفي الإنسان؟ نوايا في سواء كان في فعل الباطل أو في فعل الخير كمان نوايا هي الأساس. فبالتالي يعني بمعنى آخر لما كنت تناقشه من داخله كان فاهم أنه دليلك أقوى ولكن مكابرة. ولذلك مين هو المكابر؟ اللي بدك الحقيقة ولكن لا يريد أن يعترف بها مثلا. هاي واحد إلى آخره. فالآن أدركوا أنهم هالكين. لما أدركوا أنه هالكين يا ليتنا. ما تظنوش أنه يعني الجماعة رقت قلوبهم ونفوسهم فيها صلاح. دققوها فيها صلاح بحيث لما نردهم راح يغيروا ويبدلوا لأنه في صلاح هاي باقي. لا، هم هذول لو رديناهم واعطيناهم مش راح يغيروا. طب ولا شو اللي عم بقولوا بنؤمن؟ لا، هذا لانهم شافوا العين الحمراء وادركوا انهم غلطانين 100%. قصدك النار الحمراء. النار الحمراء. ادركوا النار الحمراء. طيب الان في حدا كان عنده سؤال ثاني؟ طيب. وانهم لكاذبون. شو يعني شو علاقتها بالله؟ ايوه لانه لاحظوها انه الله سبحانه لا لو ردوا لعادوا. الكذب الان مش نهايه الايه وانهم لكاذبون. الكذب كذبين، اما انه يكذب عن قصد وعلم، هو نيته انه يكذب، او انه يتصور قضية من القضايا انها ممكن تحصل معه فيحكم بانه انا بكون تمام ان شاء الله، وهو لا يدرك انه كاذب لانه نفسيته في حد ذاتها هذه لا يمكن انها تصلح. فلو ردناها بالنفسية اياها هو كاذب. ولو قال ولو تمنى. تمام. وانهم لكاذبون. إذن لذلك العلماء زمان يعني ذكروا بين بعضهم صار في جدال إنه الكذب بالضرورة لما بيكذب واحد إنه يكون قاصد الكذب. طب لا، ممكن واحد يكذب لما خبرك بقضية وصلته هو حسب إنه صادق، برضو هذا كذب. يعني مرات أنت بتقول بلغني إنه فلان كان موجود فلان وقال كذا، هذا فلان اللي كان موجود هو بكذب عليك
وانت صدقت انه هو صادق، انت لما حكيت القضية انت كنت كذب. طب شو الموقف الان من هذا الكذب وهذا الكذب؟ اثنين كذب، وهذا العلماء ناقشوها انه هل يعد كذب هذا؟ طبعا ما انت اخبرت بشيء بشيء غير صحيح، لانه شو الصدق؟ مطابقة الواقع، صدق مطابقة للواقع. طب والكذب بيكون ما فيش مطابقة للواقع، سواء كنت قاصده أو مش قاصده هو كذب، بصير بس في عقوبة أو فيش عقوبة. عادي. قديش المؤاخذة؟ قديش المؤاخذة؟ إيش العقوبة؟ قاصد ومش قاصد، تمام؟ هاي واحد. الأمر الثاني بدنا نرجع شوية نعالج مسألة في الآية اللي كانت مهدنا فيها يا شيخنا، بس اقرأ لي لعند وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. نفس الشيخ، نفس الشيخ. لا لا شيخ. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. أجل زي جماعة زي المعتزلة قالوا شو كيف بدنا نفهمها؟ وجعلنا على قلوبهم أكنة، ما هو الكنان وسبق طبعا تحدثنا فيه في بعض الدروس. الكنان بأول شيء هو يستر ويحفظ، هذول قضيتين. الكنان اللي جمعه أكنة يحفظ ويستر، أو يستر ويحفظ. طيب هون يحفظ من إيش؟ جعل الله على قلوبهم أكنة بحيث أول شيء يستر ويحفظ ما فيها من كفر بحيث ما يصيرش إيمان، أي واحد. اثنين وفي آذانهم وقرة، والوقر إيش على فكرة؟ هو ثقل في السمع، سمعهم ثقيل في مواجهة ما يقال لهم من موعظة، وبالتالي لما يكون ثقيل بتفعلوش، ولو جبت لهم كل الأدلة لا يؤمنوا. وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. المعتزلة قالوا لك إيش هو يعني؟ يعني الإنسان مجبر؟ وحاولوا إنه يفهموا الآيات بطريقة، طبعا كله كان واضح إنه لو استطاعوا يأولوا هذه الآية راح يوقعوا في تأويل آيات أخرى. إيش يعني قول الله سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه. تفضلوا فسروا. إذن الله يصرف ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذن في ناس في الدنيا في جرائمهم، في جرائمهم بيوصلوا لدرجة أن يختم على قلوبهم أو يطبع عليها، ختم والطبع انتهى، وهذه العقوبة. هذا هو باختصار. هو مش بيكون ابتداء الله سبحانه وتعالى ختم بدون مقدمات منهم. وليش طبعا لماذا ختم على فلان دون فلان؟ لأنه أنت بتتوقع مين المختوم على فكرة؟ اللي بيكون مسلف شيء كثير من الخطايا والجرائم وإلى آخره، تمام؟ فبالتالي إذن فيش داعي يعني كان بيقولوا هم دائما أنه أهل الاعتزال أو المعتزلة هم أهل العقل. لا مش صحيح الحقيقة. مش أهل، لو كان أهل العقل في فهم القرآن طب الأمور واضحة. بالعكس هم في الأشياء اللي خالفوا فيها ما كانوش يعني عقولهم تعمل بالطريقة الصحيحة، لأنه هذا زعم بأنه المعتزلة أهل العقل في الفهم. أهل العقل كل ما كان أنت يعني فهمك أفضل وعقلك أنضج بتفهم النصوص بطريقة صحيحة. ومن هون يعني هو الاعتزال ما كانش قادر أنه يستمر، وإن كان لا تزال للاعتزال لا تزال في له بواقي
من الاعتزال، وحتى في ناس الآن بيحاولوا يحيوا الاعتزال، في بواقي. مش معناته المعتزلة احنا بنحكم على فكرة عليهم بالخروج، لا لا، وممكن تستفيد منهم. يعني عندك الزمخشري من أفضل كتب التفسير، وعلماءنا أخذوا منه كثير، ومع إدراكهم باعتزالياته بيعرفوا وبيعلموا تمام أين الآيات التي استخدمها في اعتزالياته، وبعقبوا عليها وانتهى الموضوع. حتى طبع هو تفسير الزمخشري أحيانا طبع، وفي هوامشه كتب تبين وترد على الاعتزاليات. طب كانوا تركوا كتاب الزمخشري تركوه بالمرة، مش هيك كانوا علماءنا قديما؟ حتى لما كانوا بيخالفوا تمام لكن بيعرفوا انه بتقدر تاخذ منه، هذا بتاخذ منه اللغه والبلاغه، بتاخذ منه لانه اكثر ما يقوله كلام ممتاز. عنده اعتزاليات، لا تخرجوا من الدين، تمام. شو المانع احنا؟ وبالتالي اهتموا كثير في كتاب الكشاف للزمخشري، مش زي بعض اليوم النابته اللي بتجده بيقول لك ايه بتاخذ انت من فلان وبتاخذ من فلان، ايش مسلمين ممكن تجد في القضيه الفلانيه هو يعني اخطا في القضيه، الفهم ما هو اصلا كله اجتهادات، اخطا اجتهد واخطا او اجتهد واصاب، واثنين يثاب طالما هو من اهل الاجتهاد الى اخره. فهذا اليوم في شيء مقلق، بتجد انه احنا لو اصلا بدناش ناخذ من اي انسان اخطا، عمرنا ما اخذنا من اي عالم. مش معقول هذه الطريقه، هذه شغله زي ما تقول نابته جاهله، ومناهج فيها شيء من الانحراف. طيب اذا هون القضيه واضحه، مش بس هذه الايه، وآيات أخرى في القرآن إنه الله يضل الظالمين، يضل يتدخل ويضل، نعم، في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة كمان في إضلال لهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.